متابعي كرة القدم، نقدم لكم اليوم موعد مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث التي تقام بالجولة 35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، حيث تقام المباراة الأربعاء 18 أبريل 2018. كما نقدم لكم القنوات الناقلة للمباراة ومعلق المباراة أيضا. وتقام المباراة على ملعب فيتنس فيرست ستاديوم بمدينة بورنموث بإنجلترا. كما يدور المباراة تحكيميا الحكم الإنجليزي جراهام سكوت، ويدخل فريق مانشستر يونايتد هذه الجولة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 71 نقطة، كما يحتل فريق بورنموث المركز 11 برصيد 38 نقطة. وتقام مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث الأربعاء 18 أبريل 2018 في تمام الساعة 9:15 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، و11:15 مساء بتوقيت الإمارات، و10:15 مساء بتوقيت السعودية والعراق والكويت وسوريا، و7:15 بتوقيت جرينتش والمغرب. كما تذيع المباراة بث مباشر قناة بين سبورت اتش دي 2، ويعلق عليها المعلق الرياضي علي محمد علي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.